مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في برنامج أنا الأولمبي. هذا البرنامج اللي يأتيكم من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت وبالتحديد من شاشة كويت الرياضية. وكما تعلمون مشاهدينا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج تعرفنا عن تفاصيل ومواضيع برنامجنا أنا الأولمبي اللي راح نتطرق من خلاله على دور اللجنة الأولمبية الكويتية في دعم الحركة الرياضية الكويتية بصفة عامة، وأيضا بالدعم الرياضي لرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 والتي أجلت لتقام هذا العام بين شهري يوليو وشهر أغسطس. طبعا إن شاء الله راح نبتدي معاكم حلقتنا لكن بعد هذا الفاصل وضيف جديد في برنامج أنا الأولمبي. أرحب فيكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام في برنامج أنا الأولمبي من خلال شاشة كويت الرياضية. في برنامجنا اليوم إن شاء الله راح نتطرق إلى رياضة يعني يمكن خلينا نقول كان مهضوم حقها في التسليط الرياضي والتسليط الإداري بحيث يعني يكون لها اتحاد قائم بحداثة وهي رياضة الفروسية. خير من يكلمنا في هذه الحلقة إن شاء الله هو الأخ غازي الجريوي الفارس في رياضة قفز الحواجز وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية. أخي غازي راح فيك نقول لك مساك الله بخير معنا. مساك الله بالنور وحياكم الله ومشكورين على هذه الاستضافة والبرنامج الرائع وسعداء أن تكون معنا في اللجنة الأولمبية الكويتية. وإحنا أسعد أخ غازي، يعني مثل ما قلت أنا رياضة الفروسية نوعا ما كان مهضوم حقها في أن يشهر لها اتحاد. يمكن الرياضيين الفروسية بصفة عامة تلقوا خبر صار في بداية هذا العام بإشارة الاتحاد الكويتي لرياضة الفروسية. خلنا نعرف البداية شنو كانت أكبر التحديات عندكم أنتم في اللجنة الأولمبية الكويتية لإشهار مثل هذا الاتحاد، خاصة من خلال التعاون مع الاتحادات الدولية والاتحادات الآسيوية. طبعا بالبداية أنت لازم الأخوة المشاهدين يعرفون أن الرياضة قفز الحواجز تعتبر الرياضة الأولمبية من أقدم الرياضات في البرنامج الأولمبي يعني بشكل عام. يعني بلشت حركتنا خلينا نقول احنا كطريقة إلى إشهار هذا النظام يمكن من 2012 مع أخواني الفرسان. كنا نجتمع يعني شيء مثلا نقول مو رسمي وكنا نتكلم وشون طريقة تطوير الرياضة من الكلام، ونجحنا إلى حد ما. بعدين وقفنا بسبب أنه خلاص أنت تحتاج يكون عندك يعني تحت خلينا نقول منظمة تدعمك إلى وين ودك توصل. 2019 يوم شكلوا أخواننا في أعضاء جمعية عمومية لجنة أولمبية وانتخبوا الأعضاء، تم ترشيحي أن أكون عضو وياهم من قبل مجلس إدارة. وكان هدف مجلس الإدارة أن إصلاح الحركة الرياضية بشكل عام ودعم الرياضيين بشكل خاص أكثر. فأحدى أهم التحديات كانت هو إنشاء الاتحاد الكويتي للفروسية. طبعاً الاتحاد الكويتي للفروسية هو عندنا إحنا كان ممثل قائم لهذا الشيء، كون القانون الرياضي يقول لك إن أنت إذا كان عندك نادي واحد يمثل الرياضة فيعتبر هو الممثل كاتحاد في خارج الكويت. اليوم احنا عندنا اكثر من 20 نادي. طبعا كان في السابق نادي الصيد الفروسية، كان نادي الصيد الفروسية هو الوحيد يعني اللي يعتبر عند رياضة قفز حواجز خلينا نقول في الكويت. فعندك اليوم الهيئة العامة للرياضة اشرت عديد من الاندية وصار في بعض من هذه الاندية عندها نشاطات. ف كان عندنا سفرة حق لوزان احنا مع الاخوان اعضاء مجلس الادارة، وكانوا بالامانة يعني يشكرون عليه ان كان عندهم هذه من الركائز اللي يبون يسوونها اللي هي ان الرياضة للجميع، عرفت؟ وان ما في احتكار وان كل واحد يعني يطمح انه يكون سواء بالادارة او بالفرسان انه يكون له تواجد اذا كان هو مميز. فخاطبنا الاتحاد الدولي وشرحنا له بشكل عام فكرة النظام الأساسي بعد ما اجتمعنا طبعاً من بالسابق مع الأندية، وكان عندهم يعني سرور من هذا الشيء، خاصة أن عندنا الفارس علي الخرافي حقق ميدالية ذهبية في 2018 وخذ أفضل
لاعب من من مشاركين في في اسياد جاكرتا. طبعا نوقف شويه قبل اقول لك انا سبب تحقيقه حق هذا المركز اللي هو جائزة افضل لاعب في البطوله، لان هم شافوا الوضع العام بالرياضات ككل، شافوا انه والله مثلا اللي حقق مثلا اي لعبه كان وشاف الفروسيه ان الكويت تعتبر في السابق من يعني السابقين حق هذا الشيء، خاصه ايام الله يذكرهم بالخير الشيخ بارعه ونادي المطوع وجميله ونادي المطوع لما حققوا ميداليه في الهند. انقطعنا عق المراكز حجم 88 بعدين انقطعنا الين ردينا مع علي ب 2018 وحققنا ايضا المركز الرابع كفريق. فيوم شافوا ان هذا الدعم اتى من يعني من منظومه بسيطه خلينا نقول في هذاك الوقت، ف يعني عظموا هذا الانجاز، فعشان كذي اعطوه انه يكون افضل لاعب في البطوله. الحين ارجع مره ثانيه حق اللي تفضلت فيه اللي هو قلت لي انه شلون كان التنظيم على الاتحاد الدولي. فيوم شرحنا له المنظومه ابدا استعداده انه وقال لنا فول سبورت على كلامه يعني اللي هو إقمار رئيس الاتحاد الدولي، ومن بعدها اشتغلنا عاد على الاطر القانونيه اللي يقول لنا عنها القانون الكويتي 2017، والحمد لله الين خلصنا بدايه السنه هذه انه كان عندنا مجلس اداره يعني جديد في اتحاد الكويت الفروسيه. الان يعني تحت مظله هذا الاتحاد كم عدد الانديه؟ هل هي الانديه خلينا نقول العامة أو الحكومية اللي منضوية تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، أم هناك أيضا الأندية الخاصة؟ طبعا أوكي، أنت عشان تعرف شغلة، رياضة الفروسية هي رياضة تعتمد اعتماد كلي على الفرسان مش على الأندية، يعني غير عن الرياضات الثانية. يعني أنت لو تروح مثلا تشوف أوروبا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، ما عندهم أندية، عندهم اسطبلات خاصة. صحيح. لكن احنا عشان محكومين في قانون في الكويتي ان اذا انت تبي تشكل اتحاد لازم تكون في هناك 6 انديه حكوميه، عرفت؟ من ثم تنطلق حق الاتحاد. فاحنا كان عندنا 20 نادي في الكويت الفروسيه جميع النشاطات، سواء انديه سباق خيل او انديه ماراثون او انديه قفز حواجز. فلما اجتمعنا مع الانديه سوينا النظام الاساسي هذا وشرحنا لهم شنو التوجه الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي كان من اهم الاشياء اللي طالب فيها ان تكون الرياضات الاولمبيه هي اللي مثل ما تقول الماجوريتي في الاتحاد. فلما نقلنا لهم هذه الصوره امانه كان عندهم يعني قبول ورحبوا بالفكره هذه، ومن ضمنهم ناس ما دخلوا في الجمعيه العموميه. يعني من 20 نادي تقريبا اليوم عندنا 11 او 12 نادي في الجمعيه العموميه وثمانيه مو بالجمعيه العموميه. مع ذلك قلت لك الجماعه يعني رحبوا بالفكره هذه كلها، والحمد لله الحين عاد مسيره الانطلاق عاد منهم ان شاء الله. ان شاء الله. عموما اخوي غازي جريوي خلينا ناخذ فاصل قصير مع مشاهدينا ومن ثم نعود نستكمل حديثنا ودور اللجنه الاولمبيه الكويتيه في دعم اتحاد الفروسيه الكويتي. أعود لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وبرنامج أنا الأولمبي وضيفنا وضيفكم في حلقتنا لهذا اليوم فارسنا الوطني في رياضة قفز الحواجز غازي جريوي، وهو أيضا عضو اللجنة الأولمبية الكويتية. راح فيك مرة ثانية أخوي غازي. طبعا يعني تكلمنا عن دور اللجنة الأولمبية في يعني المساعدة وتهيئة الأجواء لإشهار الاتحاد الكويتي لرياضة الفروسية. الآن الأندية
شنو الدور المناطق فيكم في تنظيم الأندية المشاركة؟ هل في مجال لإشهار أندية أخرى ولا خلاص هذا الحد في الاكتفاء بهذه الأندية؟ شوف طبعاً اليوم لما تسألني أنت في مجال إشهار، يعني هو القانون الكويتي ما حدد لك إذا في مجال أو ما في مجال، أعطاك مينيموم بس هو قال لك أنا أحتاج 6، تبي تسوي أكثر أقل، أقل ما تقدر تبي تسوي أكثر، هذا شيء راجع عاد كثر أكثر هم ما حدد. يعني مثلاً اليوم يمكن احنا نطالع مثلا الكويت يمكن تحتاج حق 10 انديه، يمكن ما تحتاج حق 20 نادي، يمكن تحتاج حق اكثر من 20 نادي. عاد هذا دور الشباب في الهيئه العامه للرياضه، هم اللي يحددون ايش كثر احتياج دوله الكويت حق الانديه الفروسيه. تنظيمهم يعني شويه في الى الان مو يعني ما خلينا نقول ما في 100% خط واضح، لكن في الانديه اللي معانا في الـ في الـ في الاتحاد لا، في عندنا اشتراطات واضحة لازم يمشون عليها، وهم عشان يستمرون في كونهم يكونون أعضاء جمعية عمومية عليهم التزامات سواء في تنظيم البطولات أو في دعم الفرسان، فهذا كله يصب بالنهاية حق مصلحة الفرسان. فتنظيم الأندية اللي في الجمعية العمومية الحمد لله أنا قاعد أشوف أن اليوم في تعاون جميل بينهم، ويعني اخواني في مجلس اداره يعني على حسب الكلام اللي يوصل لي انهم متعاونين، وان شاء الله في يعني يوعدونا في مواسم يعني كدوري محلي مميز ان شاء الله في السنين القادمه ان شاء الله. الان بعد انشاء هذا الاتحاد دوركم انتم كلجنه اولمبيه، هل راح نشوف في المستقبل ان شاء الله يعني فرسان يشاركون في الاولمبياد؟ يعني مثل ما تفضلت انت يعني اخر واحد كان انجاز علي الخرافي في جاكرتا في البطوله الاسيويه، لكن احنا نوصل عند الاولمبياد ما نشوف الرياضه الفروسيه. شوف في عندنا اشكاليه مع الاتحاد الدولي وتكلمنا وياه. المشكله انت اليوم لما تشوف مثلا اليوروبيان تشامبيونشيب بالخيل اللي يفوزها اوتوماتيكلي يتاهل، اللي يفوز البان امريكا يتاهل، الا ايجين جيمز. ليش؟ لان الايجين جيمز وقت البطوله قبل لا يفتح باب خلينا نقول الكواليفيكيشن بشهرين، فاحنا الحين قاعد نحاول وياهم طريقه معينه ان يقربون الكواليفيكيشن بحيث انه يكون بطل اسيا هم من ياخذ الكوتا ويتاهل حق الاولمبياد، وفي عندهم قبول من هالشيء. يعني هم يعني تكلمنا وياهم بهالاليه وقال لنا احنا يعني ك ك ك يعني انت قصدك انت قبل شهرين من بدايه الاولمبياد؟ لا يعني هو في شيء يسمونه كواليفيكيشن انك تتاهل، هو يكون سنتين قبل الاولمبياد. انا قلت لي شهرين انا لا اي لا الاسياد شهرين قبل لا يفتح اي، فلو لو ندز اسيا شهرين زياده او نفتح باب التسجيل شهرين قبل احنا بالسليم. فالاتحاد الدولي قال ما عندي مشكله، ممكن يفتح لنا احنا اكسبشن ويخلي كاتحاد آسيوي يخلي بطولة آسيا تعتبر كواليفيكيشن حق الأولمبياد. طبعا هذا الشيء راح يخدم القارة بشكل عام، يعني مو بس للكويت. يعني عموما يعني ودي أنا أخذ المحطة الأخيرة مع حديثي معاك، بما أن أنت يعني حضرتك فارس في رياضة القفز الحواجز وما زلت متواجد، خلنا أخذ يعني أبرز الإنجازات الأخيرة في هذه الرياضة. شوف يعني احنا اليوم نعتبر يعني وصلنا خلينا نقول كمنظومه توها شافت الطريق الصحيح. فحققنا في 2018 بطوله جاكرتا مع علي الخرافي، وحصلوا على الشباب على المركز الرابع في البطوله، وكانوا على يعني على نقاط بسيطه على المركز الثالث. عقبها بسنه في بطولة آسيا حققوا أيضا مركز ثالث في الفرق، وعندنا إن شاء الله بطولة الخليج شهر 12، هذه إن شاء الله مستبشرين فيها خير نحقق فيها مراكز متقدمة. والبلان الحين كامل حق الايجين جيمز الجاية اللي هي في الصين إن شاء الله 2022. عندنا فريق متحمس شاب خيل جيدة نوعا ما، نطمح أن يكون عندنا إن شاء الله مزيد من خلينا نقول المشاركات الدولية أساس مثل ما تقول تكون نوع من أنواع الخبرة وندش بالفورمة حق البطولات هذه.
عموما فارس غازي جريوي عضو اللجنة الأولمبية الكويتية، احنا كنا سعداء جدا تكون ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم برنامج أنا الأولمبي. سعيد جدا في تواجدك معنا، وان شاء الله نشوفهم يعني من خلال اللجنة الأولمبية ومن خلال الاتحاد في يعني يتمثلون الكويت ان شاء الله في البطولات القادمة، وخاصة التأهل للأولمبياد القادم بعد أولمبياد طوكيو ان شاء الله. ألف شكر لك. عموما مشاهدينا احنا متواصلين معاكم ان شاء الله لنا ضيف ثاني في حلقتنا لهذا اليوم برنامج أنا الأولمبي. فاصل ومن ثم نواصل. أرحب فيكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام في برنامج أنا الأولمبي. ما زال حديثنا اليوم وتواجدنا في اللجنة الأولمبية الكويتية عن دور اللجنة الأولمبية الكويتية في دعم الرياضة بصفة عامة مثل ما ذكرت لكم، ورياضة الفروسية من خلال المساعدة في إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية. طبعا قابلنا في جزءنا الأول من هذه الحلقة الفارس غازي جريوي، الآن ودنا ننتقل إلى فارس آخر، لكن هالمرة هو ليس عضو اللجنة الأولمبية الكويتية لكن عضو الاتحاد الكويتي للفروسية، وهو شيخ يوسف مشعل الصباح. رحب فيك شيخ، ونقول لك حياك الله معنا في برنامج الأولمبي. الله يحييك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية الله يحييكم ونشكركم على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله نصير ضيوف خفاف عليكم. طبعا أنت مثل زميلك غازي جريوي ما زلت فارس في رياضة قفز الحواجز، وأيضا في مثل ما ذكرت عضو في الاتحاد الكويتي للفروسية. بعد إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية شنو تغير بالنسبة لكم أنتم كفرسان؟ بالبداية طبعا وجود الاتحاد شيء جدا إيجابي بالنسبة للفروسية بشكل عام، وبالأخص أتكلم أنا رياضة قفز الحواجز. وجود اتحاد مستقل جدا مفيد. في السابق كان عندنا نفس ما تفضل الأخ غازي الجريوي زميلنا، كان عندنا نادي الصيد والفروسية وهو ممثل الاتحاد، ولكن إذا واحد يبي يطمح للمستقبل للتطوير يفضل أن يصير فيه اتحاد، اتحاد مستقل تركيزه على تطوير الرياضة واحتواء الفرسان وطموح إلى البطولات العالمية والميداليات. يوسف يعني أنا ودي أعرف الآن أنت كوجودك كفارس ما زلت يعني أكتف وتمارس نشاطك، ولكن في الوقت نفسه يعني عضو الاتحاد، يعني شنو يمثل هذا وجودك أنت كرياضي ممارس للرياضة في يعني دعم الجانب الإداري في دعم رياضة الفروسية؟ طبعا سؤال جدا جميل. في السابق كنا فقط فرسان، اليوم لما نصير فارس وعضو مجلس إدارة في اتحاد الكويت للفروسية يعطيني الفرصة أني أوصل صوت الفارس إلى أخواني أعضاء مجلس إدارة، بالإضافة إلى أعرف شعور الفارس، أعرف إحساسه، أعرف النواقص اللي عنده، وين الأشياء اللي يحتاج فيها الدعم، فهذه تساعد وتقص شوط طويل من إيصال الرسالة. يعني تعتقد أن يعني سديتوا الثغرة اللي عادة إحنا قاعد نشوفها هنا خاصة في الأندية والاتحادات، أن ما يكون هناك في حلقة وصل بين اللاعب الموجود وبين ما يؤخذ من قرارات إدارية تصب يعني بالنهاية لمصلحة اللاعب؟ طبعا هذا شيء انلغى. اليوم أي فارس عنده مشكلة، عنده فكرة، عنده اقتراح، سهل أنه يوصل حق زميله الفارس الآخر، وهذا شيء يساعد، لأن الشخص الآخر هو أيضا عضو مجلس إدارة. لما تصير أنت فارس وعضو مجلس إدارة صوتك قريب إلى مجلس إدارة وقريب أيضا إلى الفرسان، وتقدر تحط الخطة أو تقترح الخطة للمستقبل وللبطولات المهمة اللي كل فارس وكل اتحاد يطمح أنه ينجزها لدولة الكويت. على طاري المخططات ويعني المشاركات المستقبلية، شنو الموجود على أجندة الاتحاد الكويتي للفروسية؟ طبعا اليوم عندنا كذا مهمة في الاتحاد الكويتي للفروسية. عندنا في أشياء نحتاج نأسسها، وفي أشياء نحتاج نطورها، وفي طموح إن شاء الله راح نوصل له. عشان ما أتشتت خلنا نمشي على الخطة. اليوم عندنا شهر 12 إن شاء الله اللجنة الأولمبية منظمة بطولة الخليج، دورة ألعاب الخليج، ومن ضمنها رياضة الفروسية قفز الحواجز. اليوم هذه أقرب بطولة مهمة بالنسبة للاتحاد، هذه أول خطة. طبعا عندنا مجموعة من الفرسان المتميزين إن شاء الله شهر 8 راح يروحون معسكر تجهيز إلى
البطولة اللي هي كأس الخليج، هذه أول خطوة مثل ما يقولون للبطولات التالية. 2022 إن شاء الله عندنا بطولة أسياد آسيا، هذه أيضا بطولة مهمة، ومن بعد كأس الخليج هذا النكست ستيب أو الهدف الآخر. متى راح تكون إن شاء الله في 2022؟ في بداياتها ولا في؟ لا في نهاية 2022 إن شاء الله شهر 9. طبعا من الصيف هذا اتحاد الكويت الفروسية تعاقد مع مدرب عالمي لاحتواء الفرسان، لاحتواء فرسان المنتخب وتدريبهم وتأهيلهم إلى بطولة الخليج. الفكرة أن إن شاء الله الفرسان يوصلون وقت بطولة الخليج في أحسن مستوى، بعدين يعطيهم الجدول أو الخطة إلين نوصل إلى أسياد آسيا شهر 9 إن شاء الله 2022 أيضا في أحسن مستوى وبقمة الأداء، اللي نفس ما يسمونه الرياضيين الفورمة، يعني بأعلى فورمة. وبعدها أيضا ب 2023 أيضا في بطولة آسيا، أيضا اتحاد الكويت للفروسية أيضا يطمح إلى المشاركة فيها، ومو فقط المشاركة. في السابق كنا مثل ما تقول نبي نشارك، نبي الكويت تكون موجودة في البطولة لمجرد الوجود يعني. الفرسان بينهم وبين بعض لهم طموح، ولكن الواقع كان يقول لك أن أنا بشارك فقط مو منافس. اليوم هذه الفكرة انلغت، طبعاً انلغت من ناحيتين، اتحاد الكويت الفروسية أخواني أعضاء مجلس إدارة هذه الفكرة مو موجودة عندهم، الفكر الوحيد اللي موجود اللي إحنا راح نروح ننافس على ميدالية، ما راح نروح مجرد مشاركة. طبعاً أتكلم على قدرة الفرسان، القدرة موجودة والموهبة موجودة والانضباط موجود، جميع الأمور والأشياء اللي يحتاجها الفارس إنه يكون منافس موجود بالفرسان. بصراحة شيخ يوسف، أنت كفارس الآن شنو اللي ينقصكم علشان توصلون اللي وتمثلون الكويت؟ يعني أنا كل كلام الآن في الأجندة خليجي آسيوي خليجي آسيوي، لكن نبي تواجد الفرسان الكويتيين في الأولمبياد، خاصة إحنا يعني مثل ما ذكرنا إن برنامجنا هو يعني يتكلم عن الجانب الأولمبي في الرياضة، وأولمبياد طوكيو يعني خلال شهر أغسطس ويوليو موجودة. يعني شنو مخططاتكم اللي أو اللي ينقصكم وتحاول إنه يعني إنه تتوافر لكم علشان توصلون إلى مصاف الدول اللي تشارك في الأولمبياد الفروسية؟ سؤالك جدا جميل. طبعا الأولمبياد هي من أيضا من أولويات الاتحاد الكويتي للفروسية. طبعا أولمبياد طوكيو ما عندنا مشاركة فيها، بحكم أن الأولمبياد دائما لازم تتأهل لها، لازم يا تتأهل كفارس أو تتأهل كمقعد لدولة الكويت. اليوم إحنا طافنا التأهيل وما نبي نرجع في السابق، احنا دائما نطالع قدام. طيب. باذن الله الاتحاد الكويتي الفروسيه طموحه ان ان شاء الله دوله الكويت تشارك انديفيدجوال وتيم في الاولمبيات الجايه، اللي هو الفردي والجماعي لان هي بطولتين، ممكن هني تنافس على ميداليه وممكن هني تنافس على ميداليه. هذا هدف من اهداف الاتحاد الكويتي. طبعا ليش ما صارت في السابق؟ رياضة الفروسية مثل ما أنت عارف رياضة مكلفة، واللي مكلف فيها الجواد نفسه الحصان. صعب أني أقول لك أنت تتوجه وتشتري حصان على حسابك مبالغ كبيرة، فإحنا المقابل شنو الخطة البديلة حق هذه الفكرة؟ نظرة الاتحاد أنه يبي يسوي بيئة صالحة للفروسية في الكويت، اللي هي شلون إنشاء دوري محلي متكامل بحيث يكون فيه جوائز وفي منافسة وفي مدربين على مستوى عالي جدا. لما يصير أنا عندي بيئة صالحة تحت دوري محلي في جوائز، الفارس ممكن اللي دخل البطولة يطلع من وراها جوائز، باكر يقدر يبيع حصانه بسعر أغلى. هذه كلها أمور تتراكم إلين يصير عندك أنت مستوى كبير، مستوى عالمي، باكر يدخلون فيها الشركات الخاصة. الحين دول العالم كلها الخيل مو أفراد اللي تشتريها ولا دول، دائما في شيء اسمه سبونسر. سبونسرات. أنا لما أخلق بيئة أو الرعاة. أيوة، أنا لما أخلق بيئة في الكويت فيها منافسة، فيها تغطية إعلامية كبيرة، وفيها مستويات عالية من المنافسة، هني عندي فرصة إني أدخل فيها الرعاة. الشركات الكبيرة ممكن ترعى لي فارس، ترعى لي نادي،
متر عالي فريق هني اللي تقدر توصل أنت إلى أعلى مستويات العالم. الفارس شيخ يوسف مشعل الصباح عضو الاتحاد الكويتي للفروسية، احنا راح نستكمل حديثنا معاك، لكن خلنا ناخذ فاصل قصير مع مشاهدينا ومن ثم نعود لنستكمل حديثنا مشاهدينا. إذن فاصل ونواصل. أعود لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في برنامج أنا الأولمبي، وضيفنا وضيفكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا الأولمبي الشيخ يوسف مشعل الصباح الفارس في رياضة قفز الحواجز وأيضا عضو الاتحاد الكويتي للفروسية. راح فيك مرة ثانية. الله يسلمك. وقفنا قبل الفاصل عند يعني مسألة الرعاة، أنا خلي أخذك الآن بعيدا عن دورك في كعضو مجلس إدارة، أخذك كفارس. الصعوبات مثل ما ذكرت أنت يعني رياضة فروسية رياضة مكلفة، شنو دور القطاع الخاص في دعمكم في السابق؟ شلون تشوف يعني تفاعل القطاع الخاص معكم بصراحة؟ بصراحة دور القطاع الخاص في رياضة فروسية وبالأخص قفز الحواجز دور مهم. أنا أشرح لك ليش. في السابق رياضة ما لها اهتمام إعلامي أو ما لها جمهور، تقدر تقول ما لها جمهور، رياضة بسيطة صغيرة ما حد كان يعرفها، جمهورها محدود يعني. جمهورها تقدر تقول محدود بمحيط الرياضة. بعد فترة تدخل القطاع الخاص في رعاية البطولات، وأغلب الشركات اللي كانت ترعى البطولات في الدوري المحلي كانت شركات لها علاقة في الفرسان. مثال فارس أبوه عنده شركة، الشركة هي ترى شركة رعت بطولة. أينا. بطولة ثانية أيضا فارس يعرف له شركة رعت بطولة على مستوى محدود. مع الأيام والسنين الأمر تطور، الفرسان والشركات بذلوا مجهود في تنظيم البطولات، في خلق جو للفرسان وللزائرين المشاهدين اللي يجون يشوفون المباراة أو البطولة. صارت البيئة جميلة، البيئة حلوة، تروح حتى لو تطلع ويا عائلتك، تودي العيال تودي الأهل، صار المكان حلو. بعد فترة الشركات الكبيرة قاعد تتوجه إلى الفروسية، والله إحنا نبي نرعى بطولة معينة، نبي نرعى الموسم، نبي ندعم، نبي نسوي، لأن شافوا في إقبال، وسنة عن سنة الجمهور يزيد، الحضور يزيد، وأيضا الفرسان قاعد يزيدون. اليوم أنت تتكلم البطولة الواحدة فيها فوق 200 فارس ما شاء الله، وهي الرياضة الوحيدة في العالم اللي لا يحدك فيها عمر، اللي عمره 18 سنة ينافس عمره فيها واحد فيها 50 سنة، الرجل والمرأة يتنافسون في نفس الأشواط، ما فيها والله هذا شوط للنساء وهذا شوط للرجال، هم كلهم في فئة واحدة. صحيح. فهذا شيء جدا جميل يخلي جميع الفرسان يتكاتفون وبنفس الوقت يتنافسون على الألقاب الكبيرة. شنو على المنشآت؟ هل أنتم كاتحاد رؤيتكم مكتفين بالمنشآت اللي موجودة حالياً، ولا في هناك مخططات ل يعني إنشاء منشآت رياضة الفروسية؟ إحنا اتحاد ومجلس إدارة تقدر تسمينا إحنا طماعين، إحنا ما نكتفي باللي موجود، دائماً عندنا طموح للزيادة. كل ما أنا زاد عندي منشآت كبرت الرياضة، كل ما كبرت الرياضة المستوى صعد، كل ما يصعد المستوى تحقيقي للميداليات يزيد. اليوم كاتحاد الكويت الفروسية ما عندنا احنا منشأة او مقر، مقرنا في اللجنة الأولمبية. نطمح لي يكون عندنا منشأة على مستوى عالمي. طبعا اليوم عندك 3 منشآت رياضية للقفز الحواجز، وايضا نطمح يكون عندنا قرية للماراثون، لأن أيضا الماراثون أيضا جزء من الرياضات الفروسية. اليوم عندنا 3 منشآت للقفز، واثنين منهم قطاع خاص. اليوم محتاجين يصير عندنا منشآت حكومية، بحيث إذا عندي بطولة دولية
بطولة آسيوية، بطولة عالمية، أنا أقدر أستضيفها بالكويت بأعلى مستويات. على طاري المنشآت الخاصة، شنو يعني تعاونهم معاكم أنتم كاتحاد الآن، وخاصة اتحاد جديد يعني ينظم رياضة الفروسية، مدى التعاون بينكم؟ للأمانة جميع الأندية الحكومية والأندية الخاصة اللي هي المضامير الخاصة، الجميع متعاون مع اتحاد الكويت الفروسية، لأن جميعهم أهل خيل ويحبون الرياضة، فالجميع يبي يطور ويبي يساهم في التطوير، فجميعهم متعاونين والكل عنده طموح إن إن شاء الله تكبر الرياضة وتصير في يعني من أهم الرياضات في دولة الكويت. محطتي الأخيرة معاك في حلقتنا، تجهيزاتكم أنتم كاتحاد الكويت لرياضة فروسية للبطولة الخليجية اللي ذكرت إن شاء الله راح تكون في نهاية هذا العام، شنو التجهيزات اللي قاعد تقومون فيها حاليا؟ طبعا خاصة إحنا في ظل أجواء كورونا والبانديميك مثل ما يقولون. طبعا ظروف الجائحة تأثر عندنا الموسم السابق، إحنا دائما رياضة الفروسية لازم الفارس ما يقطع الرياضة، الفارس وجواده نفسه دائما لازم يكونون على تمرين يومي وعلى استمرار في مشاركتهم للبطولات إلى حين يوصل إلى أعلى قمة ويحافظ عليها. اليوم الخطة لبطولة الخليج إن شاء الله في شهر 12، طبعا الكويت هي الدولة المستضيفة، عندنا معسكر صيفي في شهر 8 لمنتخب الكويت لقفز الحواجز. وين راح يكون إن شاء الله؟ إن شاء الله في هولندا، وتم التعاقد مع مدرب عالمي سويسري قال له ماركوس فوكس، هو اللي راح يصير مشرف على منتخب الكويتي بحيث التمرين والترتيبات للبطولة. أدخل بتفاصيل أكثر، من الصيف إلى شهر 12، الصيف تتكلم شهر 8 إلى شهر 12، راح يعطيهم جدول معين يلتزمون فيه من حيث التمرين. كم رياضي راح يكونوا مشاركين في المعسكر هذا؟ المعسكر هذا مشاركين فيه 10 رياضيين. طبعا البطولة يشارك فيها 4 في شوط الفرق، فمن العشرة ما قبل البطولة راح يتم التصفية وراح ينقل له إلى 4 فرسان اللي هم راح يمثلونه في بطولة الخليج. تمام. ولكن العشرة هم كلهم في البرنامج نفسه. لا سمح الله شخص يتعور حصانه، يحوش ظرف، تعرف جائحة كورونا ممكن لا سمح الله تست بوزيتيف، هذه كلها أمور تأثر عليك. فإحنا البطولة نظرة الاتحاد لها ما راح تطلع من الكويت إن شاء الله. إن شاء الله. نبي ميدالية ذهبية، فإحنا عندنا 10 فرسان. إن شاء الله كلهم قادرين على حصول إلى الميدالية الذهبية، هذا البلان بيمشي وياهم لغاية البطولة إن شاء الله. عموماً الفارس يوسف مشعل الصباح، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية، إحنا كنا سعداء جداً أن تكون ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم، أنت وزميلك الفارس غازي جريوي، برنامج أنا الأولمبي، سعداء جداً، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في الاتحاد الكويتي وفي أيضاً اللجنة الأولمبية الكويتية اللي هي المظلة الأم مثل ما يقولون لجميع الرياضات في الكويت، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من المسابقات والمعسكرات، ونتمنى أن نشوف رياضة قفز الحواجز تصل إلى أكثر ما وصلت إليه، وأن نشوف فرصانا في الأولمبياد. كلمة أخيرة. والله أشكركم أول شيء على الاستضافة، وإن شاء الله كنا ضيوف خفاف عليكم، وفروسية الكويت وفرسان الكويت قدها إن شاء الله راح يحصلون على الميداليات إن شاء الله في جميع البطولات وأيضا جميع الألعاب إن شاء الله. إن شاء الله. مشكورين. كل الشكر لك. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على تواجدكم معنا طوال هذه الفترة من برنامج أنا الأولمبي، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وضيوف جدد، نلتقي من خلال التغطية مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وعيش أجواء أولمبياد طوكيو والمشاركة الكويتية في هذه الأولمبياد. في أمان الله.